من بعيد تبدو شاحنة عادية، أما من قريب فهي بيت من بيوت الله. أعلاها يرفع الآذان، أما داخلها فوضوء وصلاة ودعاء. إنها مسجد مكتمل الأركان، لكن ما يفرقه عن المساجد الأخرى أنه يصول ويجول في كل مكان وفي أي مكان. إنه أول مسجد متنقل في اليابان ضمن مشروع تسعى من خلاله إلى حل مشكلة نقص المساجد في البلاد قبيل انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020. فكرة الدين في اليابان قد تكون معقدة بعض الشيء، لكننا كبلد مفتوح ومضياف نريد أن نشارك فكرة الضيافة اليابانية مع المسلمين، ولهذا السبب قمنا بتطوير المسجد المتنقل. بالنظر إلى الناس عند خروجهم من المسجد يبدون سعداء للغاية، أعتقد أن هذا أحد مظاهر التسامح في العالم. إن المسجد المتنقل مهم جدا للمسلمين وللمسلمين الذين يزورون اليابان. وعندما دخلت للمرة الأولى في المسجد المتنقل شعرت بأنني متحمسة للغاية. يستوعب المسجد 50 مصليا، وتبلغ تكلفة الشاحنة التي تحمله حوالي 100 مليون ين، أي ما يعادل 900 ألف دولار، إلا أن الشركة ألمحت إلى تخفيض السعر.